بسم الله الرحمن الرحيم. الآن مستدة سيدة عائشة مستدة نعيم لأخذ نية عن الشيخ مرحوم بإذن الله الشيخ خميس، اللهم فيتقبلها مني ويسرها لي. نويت أن أعتمر عن المرحوم بإذن الله الشيخ خميس، تقبلها لي يا رب ويسرها لي. الآن نحن في السعي، نبدأ كما بدأ الرسول: إن الصفا والمروة من شعائر الله، فمن حج البيت واعتمر فلا جناح عليه أن يطوف بهما، ومن تطوع خيرا فإن الله شاكر عليم. بسم الله الله أكبر، بسم الله الله أكبر، لله الحمد. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. رب ارحم عبدك خميس. رحمة واسعة. هنا نحن الآن في صحن الطواف. اللهم ارحم عبدك خميس، ووسع في قبره، واجعل قبره روضة من رياض الجنة يا رب. اللهم نقه من الذنوب والخطايا كما ينقى الثوب الأبيض من الدنس. رب ترحمه رحمة واسعة، وارزق الفردوس الأعلى يا رب.